عمرك 25 سنة. مولد الكم؟ 1994. أي مدينة في سوريا؟ إدلب. إدلب. سبب قدومك لليبيا؟ رباط. سبب؟ رباط. رباط. تدشين كياس مع كياس. استحبنا على تركيا. تمام. على أساس حرس قواعد تركيا. تمام. حين نلقوا القبض عليك، شو نوع السلاح اللي كان عندك؟ بندقية. بندقية. على شن ترمي أنت؟ حنا بندقية. بندقية. نعم. المكان اللي كنت متواجد فيه، من كان فيه معاك غيرك؟ وقت اللي جيت. وقت اللي ولا جيت. المكان اللي مسكت فيه. لا، المكان اللي جيت منه. المكان اللي جيت منه موجود جيش نخبي، موجود فيلق الشام، وموجود فرقة دعم. شنو دعم؟ دعم. دعم شنو؟ دعم التركي. دعم التركي. وين تم نزولكم؟ تم نزولنا في مطار فوق طرابلس، بعد طرابلس. مطار بعتيجة. مطار. ايوه. كان طولوا فينا ساعتين وقت جابونا على المطار. تمام. من وين شالوكم؟ جابوكم؟ جابونا لهون يعني لعنكم؟ لا، بعد قبل اجي لليبيا. من وين جابوك؟ جابونا من سوريا. من سوريا. على معبر حور. من معبر حور طلعنا على غازي عنتاب. تمام. مطار غازي عنتاب، بعدين على مطار اسطنبول. الله اكبر، لله الحمد. سوري بريد بوسليم 13/4/2020. من وين انت؟ حلب. مو من حرابه؟ تكلم بالقوه. حلب. حلب بس صالحين. شو تدير هنا؟ كلب. شو تدير هنا؟ تقاتل في من؟ تقاتل في القوات المسلحه. شنو السلاح اللي مسلمني لك؟ بندقة. ها؟ كلاشن. هذه كلاشنك؟ مسلم. بحثية. شنو نحن كفر اللي قاتل فينا؟ والله ما نعرف. ها؟ والله ما نعرف. محمد عيدان. من وين يا محمد؟ من سوريا. وين في سوريا؟ من دير الزور. دير الزور. تبعي ميليشيا ولا اي شو تقول عليه؟ تفاصيل ولا ميليشيا؟ شو تقول؟ تابع جبهة النصرة الجيش النخبة. تابعين تنظيم الدولة ولا تنظيم الدولة؟ ايه تنظيم الدولة. حرب. كيف جيت انت؟ كيف جيت؟ تم نقلنا من حلب على تركيا. من حلب انت؟ على تركيا. ده؟ من تركيا من مطار غازي عنتاب على مطار اسطنبول طيران. بعدها؟ بعدها تم نقلنا من مطار اسطنبول على مطار مصراتة. مصراتة؟ قعدتوا فيها مصراتة؟ حربتوا في جبهة مصراتة؟ لا، تم نقلنا فورا على طرابلس. جابونا باصات. وين حطوكم؟ احنا تقريبا 150 واحد. ده؟ جابونا على طرابلس هنا. وين ممسكوك اليوم حطوكم؟ لا، اول ما جابونا طرابلس بعدين تم نقلنا على مغرات. قالوا لنا تريحون هنا. ده؟ تريحون ثلاث ايام اربع ايام. تمام. وبعدين نرتب اموركم رباط. واليوم تم القبض علينا من اللواء 128. كتيبة 128.